دعني أبدأ معك سيادة العقيد من قراءة للمعارك الآن في منطقة أو إقليم دونباس، وتحديدا معركة دونيتسك هذه المرة بعد حسم روسيا لمعركة لوغانسك، الآن المعركة في دونيتسك. ماذا ينتظر هذه المعركة؟ هل هي معركة تسير وفق ما هو مخطط من قبل القوات الروسية أم هناك صعوبات؟ سلام لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين. الحقيقة أن هذه المنطقة بالذات هي التي أعلنت روسيا السيطرة عليها بعد 24 ساعة من اقتحامها أو غزوها لأوكرانيا، يعني بعد مع بداية بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. ومع ذلك نجد أن هذه المنطقة لا تزال حتى الآن تشهد معارك كر وفر، يعني لا 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 لم تستقر لأيدي الروس. لذلك يعني أحببت أنا في بداية هذا البرنامج أن أقول هذه العبارة، تفضل، أن أمريكا والغرب يتبعان مع روسيا بعد دخولها إلى أوكرانيا، وفي أوكرانيا سياسة شعرة معاوية. نلاحظ أنه كلما اختنقت روسيا في موضع سهلت لها أمريكا أو إحدى الدول الأوروبية المخرج وأوجدت لها متنفس. لذلك أؤكد مرة، يعني لا أعرف كم، أن الغرب لا تهمه أوكرانيا لا من قريب ولا من بعيد، كل ما يهمه هو أن تمعن روسيا في الغوص في هذا المستنقع. والدليل ما يجري الآن في المنطقة الشرقية في أوكرانيا، يعني بعد أن انتشرت روسيا بشكل يعني مرتاح تماما بتصورها ووصلت كييف وحاصرت كييف، ثم بدأت تلملم نفسها وتحصر قواتها في ومعاركها في المنطقة الشرقية. هذا دليل على أن روسيا قد صحت على مسألة أن جيشها يعني ليس هو جيش الاتحاد السوفيتي وليس الجيش المدرب تدريب كامل، وأن آلياتها وعتادها العسكري من البحر إلى الجو إلى الأرض لم يساير تطورات التقنيات العسكرية في العالم كما يجب. ولكن تقهقر القوات الأوكرانية في عدة جبهات، إذا ما أخذنا المعارك التي كانت دائرة في الجنوب الأوكراني، معركة ماريوبول الصعبة ومصنع أزوفستال وهذه المعركة الطويلة، وبحسب أيضا من راقب هذه المعركة كان هناك معارك وانتصارات أسطورية للجانب الأوكراني، لكن الآن في معركة الشرق نشاهد عكس ذلك، انهيار وتقهقر وتراجع للقوات الأوكرانية في الشرق. لماذا؟ لأن المعركة هي ليست بين كبشين، بين خروفين يتناطحان وأحدهما يدفع الآخر قليلا ثم يعيد نفسه ويدفع ويحصل هذا التدافع والتجاذب. المعركة بين دولة عظمى ودولة صغيرة جدا جارة، يعني الفارق كبير جدا. ونحن على ما أذكر على شاشتكم شرحنا أنه القوة الروسية تضاعف القوة الأوكرانية من 5 إلى 8 مرات، سواء في العدة أو في العدد والعتاد. لذلك يعني أنت عندما تجد أن يعني يحصل تراجع أوكراني في منطقة، هذا ليس انتصار للروس أبدا. أنا لا أعده انتصار، لأن روسيا هي التي دخلت أوكرانيا، ومن المفترض حسب ما لدى روسيا أن تدخل إلى أوكرانيا وتأخذها بالشوكة والسكين، وهكذا كان تصور العالم بأكمله، إلا أن العالم فوجئ بجيش ينقصه التدريب، باستخبارات غير مستكملة وخاطئة، باستطلاعات لم تكن على مستوى دخول هذه الجيوش في المنطقة. لذلك حصل خلل كبير في دخول الجيش الروسي، أدى إلى يعني الفوضى أو ما يشبه الفلتان. لكن إذا ما نظرنا إلى حجم الخسائر للطرف الأوكراني ربما الصورة تكون عكس ذلك. يعني سيادة العقيد، هنا تصريحات وزارة الدفاع الروسية تقول أن القوات الروسية دمرت أكثر من 100 صاروخ هيمارس الأمريكي في أيضا مستودعات للذخيرة الأوكرانية في منطقة نيبرو بتروفسك بمنطقة دونيتسك في إقليم لوغانسك، وأيضا تدمير لواء كامل. يعني هنا تصريحات الجانب الروسي
بأن القوات الروسية استهدفت بضربات عالية الدقة القوة القتالية للواء الآلي 53 التابع للقوات الأوكرانية أيضا في دونيسك. هذه الخسائر العسكرية للجانب الأوكراني بالقوة والعتاد، ألا يشير ذلك بأن الآن اليد الطولة هي لروسيا في الشرق، والحسم قد اقترب من في إقليم دونباس؟ بدون أي شك، يعني أن لا تكون اليد هي اليد الطولة ولروسيا بالذات في هذه المنطقة، فهناك خلل. يعني أنت الآن بين اثنين، قوي جدا وضعيف، فلذلك يعني عندما تدمر مستودع أسلحة وتفجر 100 صاروخ، هذا يعود إلى خطأ بالتمويه وبسوء تخزين هذه المواد وإبعادها عن القصف. عندما تدمر لواء لجيش مثل الجيش الأوكراني بإمكانيات يعني وجيش روسيا الدولة العظمى، فنحن لا نزال ضمن الحالة الطبيعية. أما الشيء الغير طبيعي والذي لفت انتباه العالم بشكل واضح تماما، هو أن تتمكن أوكرانيا من المقاومة، وخاصة في المناطق الشرقية التي حصرت روسيا كامل نشاطها فيها وجمعت كل جيشها فيها، ومع ذلك ما زالت تلاقي مقاومة شرسة في هذه المناطق.